ضغوطات للمواطنين، ولكن نواصل مع الأخبار، حيث في أول رد فعل من الجزائر قال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر قررت فتح مجالها الجوي أمام رحلات نقل المساعدات الإنسانية، وأضاف أن الجزائر تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية في خدمة التضامن مع المغرب، كما أعربت الجزائر عن صادق تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال.